رغم أن الموسم الحالي لا زال في بدايته، إلا أن كمية الإصابات التي طالت عدداً من النجوم تبدو مرعبة، وذلك بالتزامن مع تصاعد أصوات عدد من اللاعبين المطالبين بوضع حد لسياسة الهيئات الكروية الرامية إلى زيادة عدد البطولات والمباريات في كل بطولة لتحقيق ربح مالي أكبر، متجاهلين المخاطر التي تهدد صحة اللاعبين. الإصابات موضوع هذا الفيديو، لن تقتصر مدة الغياب فيها على أسابيع أو أشهر قليلة، بل موسماً كاملاً، والضحية ليس لاعبين كباراً في السن فحسب، بل مواهب شابة أيضاً. لذا ستعرض لكم قناتكم ميت سبورت 10 لاعبين أنهت الإصابة موسمهم مبكراً، أحدهم اضطر للاعتزال نهائياً. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميت سبورت. ييرسون موسكويرا، بعدما لعب كمعار من وولفرهامبتون إلى فياريال بالنصف الثاني للموسم الماضي، عاد المدافع الكولومبي ابن 23 عاماً لاستكمال المغامرة مع الذئاب، وعقب خوضه لأربع مباريات فقط هذا الموسم، لم يلبث أن تعرض لإصابة في الرباط الجانبي وقطع في الرباط الصليبي خلال مباراته الخامسة ضد أستون فيلا في أواخر سبتمبر الماضي، ليخضع موسكويرا لعملية جراحية ويتأكد غيابه حتى نهاية الموسم حسب ما أعلن ناديه. خوان مارتينيز وسيزار بالاسيوس، ثنائي ريال مدريد الشاب والذي كان حاضراً بمستويات جيدة مع الفريق الأول خلال الجولة التحضيرية للموسم، خاصة الأول خوان مارتينيز صاحب 17 عام الذي ينشط مع فئة تحت 19 عام، وقد أبهر الجميع في مركزه كقلب دفاع بعد تصعيده ليطلق عليه البعض لقب راموس الجديد، وكان من المنتظر تواجده مع الفريق الأول طيلة هذا الموسم، لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق بأغسطس الماضي إثر كرة مشتركة مع البرازيلي أندريك، وسط تأكيدات من صحيفة ماركا بأن الأخير تلقى وابلاً من شتائم زملائه بسبب تدخله. وجاءت إصابة مارتينيز بعد أيام قليلة فقط من تعرض صانع ألعاب كاستيا سيزار بالاسيوس ابن 19 عاماً لنفس الإصابة خلال مشاركته ودياً مع كتيبة كارلو أنشيلوتي ضد ميلان بالجولة التحضيرية بعد تدخل عنيف من مارك ثياو مدافع الروسونيري. ومن المتوقع أن يعود الثنائي في أحسن الأحوال خلال مارس أو أبريل المقبل، لكنهما بلا شك حتى وإن عادا بذلك التاريخ فلن يكونا جاهزين بصورة كاملة بدنياً، ما يعني انتهاء موسمهما. أليساندرو فلورينزي، بينما كان الظهير الأيمن الإيطالي يستعد لموسم جديد مع الميلان، إذا بلعنة الإصابة تداهمه أواخر يوليو الماضي خلال الفترة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرض ابن 33 عاماً لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليمنى بعد اصطدام مع هالاند خلال ودية الروسونيري ضد سيتي، ليغادر فلورينزي الملعب وهو يتألم باكياً قبل أن يخضع لجراحة على أن يستغرق تعافيه من 6 إلى 8 أشهر، ما يعني أن موسمه شبه انتهى باعتبار أنه لن يكون جاهزاً أيضاً بشكل كامل كما في حالة مارتينيز وبالاسيوس حال العودة قبل نهاية الموسم. ويليام كارفاليو، لاعب وسط ريال بيتيس ومنتخب البرتغال، على الأغلب لن يظهر مجدداً هو الآخر خلال هذا الموسم، حيث يغيب بداعي الإصابة حتى شهر مايو المقبل، وذلك بعدما تعرض لقطع في وتر أكيليس بقدمه اليمنى خلال مشاركته مع الفريق الأندلسي ضد ليغانيس بالليغا في شهر سبتمبر الماضي، ليخضع بعدها لجراحة عاجلة، ويعلن بيتيس أن عودته ستعتمد على مدى تعافيه، لكن كافة المصادر أكدت أن صاحب 32 عاما لن يكون قادرا على التعافي قبل شهر مايو، وربما تطول المدة أكثر من ذلك، ما يعني ربما انتهاء موسمه. رافائيل فاران، بطل مونديال 2018 مع فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات مع ريال مدريد، انتقل إلى الكالتشيو بالصيف الماضي لخوض تجربة جديدة مع كومو عقب انتهاء رحلته مع اليونايتد، لكن وخلال مباراته الأولى مع كومو ضد سامبدوريا بكأس إيطاليا تعرض لإصابة مفاجئة في الساق اليسرى
ليغادر الملعب بعد 20 دقيقة فقط، وبعدها أصبحت تلك المباراة الأولى والأخيرة له مع النادي الصاعد حديثاً للكالشيو. فرغم أنه كان بمقدوره مواصلة التعافي والعودة للمشاركة بشكل طبيعي هذا الموسم، إلا أن فاران قرر إنهاء مسلسل معاناته مع الإصابات المتكررة والمختلفة التي صاحبته خصوصاً بالسنوات الأخيرة، حيث فاجأ الجميع قبل أسبوعين بإعلانه اعتزال كرة القدم وهو في سن 31 فقط. مارك بيرنال، فترة إعداد رائعة قبل هذا الموسم بصم عليها خريج أكاديمية لاماسيا مع كتيبة هانس فليك، جعلته أساسياً بالفريق بمجرد انطلاق الموسم ليواصل الظهور الجيد خلال 3 مباريات، لكن سرعان ما توقفت أحلام لاعب الوسط الشاب عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وإصابة في الغضروف الهلالي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني خلال فوز البارسا على فايكانو بنهاية أغسطس. وغادر ابن 17 عاماً حينها الملعب باكياً، ثم خضع لجراحة قبل أن يعلن برشلونة غيابه لمدة عام. وفي بادرة لدعم وتحصين جوهرته، قام النادي لاحقاً بوضع بند جديد في عقده الذي كان ينتهي في صيف 2026، يتيح له التجديد ل3 سنوات إضافية حتى صيف 2029 بمجرد أن يبلغ 18 عاماً في مايو 2025، مع تحديد قيمة الشرط الجزائي ب500 مليون يورو. جيلسون بريمير، مستويات رائعة للغاية كان يقدمها المدافع البرازيلي في تشكيلة المدرب تياغو موتا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي، امتداداً لتألقه منذ انضمامه للفريق قبل 2 عامين، لكن جاءت لعنة الإصابة لتجبره على التوقف، إذ تعرض بريمير البالغ 27 عاماً لقطع في الرباط الصليبي بالدقيقة 6 من مواجهة لايبزيغ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بالجولة 2 من مرحلة الدوري، وسيغيب اللاعب 6 أشهر أو أكثر عن الملاعب، ما يعني انتهاء موسمه عملياً. مارك أندري تير شتيغن، ضربة لم تكن في الحسبان تلقاها برشلونة في مباراة الجولة 6 بالليغا أمام فياريال في سبتمبر الماضي، عندما أصيب حارسه الألماني بتمزق كامل في أوتار الركبة بسبب سقوطه بطريقة سيئة بعد احتكاك في الهواء مع بينو لاعب الغواصات، الذي تسبب أيضا دون قصد في إصابة كارفخال. وأشارت كافة المصادر لغياب صاحب 32 عاما 8 أشهر بعد خضوعه لجراحة، ما دفع البارسا للتوجه نحو ضم تشيزني بعد إقناعه بالعدول عن قرار اعتزاله، استغلالاً للوائح الليغا التي تسمح بضم لاعب خارج فترات الانتقالات لاستبدال آخر مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بشرط أن يكون الوافد الجديد لاعباً حراً وأن يتم التعاقد في ظرف 30 يوماً. ورغم تخطي البارسا الحد الأقصى في قانون اللاعب النظيف، استطاع النادي استخدام البولندي مع استخدام 80% من تكلفة راتب تير شتيغن. داني كارفاخال، لم يكن ظهور بطل يورو 2024 أمام فياريال مؤخراً بقميص ريال مدريد سوى كابوساً سيود الإسباني حتماً أن يمحوه من ذاكرته إلى الأبد، حيث تعرض ابن 32 عاماً لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة وتمزق في وتر العضلة المقبضية في ساقه اليمنى، وذلك قبل نهاية المباراة بمدة قصيرة إثر تدخل مشترك مع بيريمي بينو لاعب الغواصات، ليصرخ كارفاخال من شدة الألم قبل أن يغادر الملعب محمولاً وست توقعات بغيابه من 8 إلى 10 أشهر، في وقت تحدثت فيه بعض التقارير بأن تضرر الركبة ب3 إصابات كهذه مع تقدم اللاعب بالسن يهدده بالاعتزال. وفي موقف مميز، لم ينتظر ريال مدريد طويلاً بعد إصابة كارفاخال ليعلن تمديد عقده حتى صيف 2026، بعدما كان من المفترض أن ينتهي الصيف المقبل. وبجانب ذلك، أكدت بعض التقارير سعي الميرينجي لضم ظهير أيمن جديد، ويتصدر حالياً نجم ليفربول أرنولد قائمة اهتمامات الملكي في ظل اقتراب حكيمي من تجديد عقده مع باريس. رودري، غوارديولا يفقد واحداً من أهم ركائزه مع مانشستر سيتي، والحديث عن أفضل لاعب في يورو 2024 الذي تعرض للإصابة في أربطة ركبته اليمنى خلال مشاركاته مع سكاي بلو ضد أرسنال بقمة الجولة 5 من البريمير ليج حسب ما أعلن ناديه.
دون تحديد مدة غيابه، وتفاوتت حينها تكهنات الصحف قبل أن يحسم غوارديولا الأمر مؤكداً أن صاحب 28 عاما خضع لعملية جراحية لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي وجزء من الغضروف المفصلي، وسيغيب حتى نهاية الموسم. ومؤخراً تواردت أخبار عن تحركات متوقعة من بطل البريمير ليج في يناير لتعويض رودري، ويتصدر اسم زوبيميندي لاعب سوسيداد كافة الترشيحات.